اهلا بيكم. هنبتدي في الفيديو ده نتكلم في الجزء بتاع السكوب مانجمنت، هنتكلم من خلاله على الداتا كولكشن اللي هي النقطة الوحيدة اللي هنفكر فيها شوية كما لو كنا الاونر بتاع المشروع. الداتا كولكشن المفروض بيبتدي قبليه بنكون في فكرة عايزين نعملها. عايزين نعمل مول تجاري مثلا، عايزين نعمل مشروع، عاوزين نأسس مدرسة، عاوزين نعمل جامعة، عاوزين نعمل مستشفى، عاوزين نبتدي نعمل سوفت وير ديفلوبمنت علشان نبتدي حاجة، نعمل حاجة فيها مثلا ماشين ليرنينج او ارتفيشال انتليجنس. كل دي بالنسبة للكاستمر سوري بالنسبة للاونر، كل دي حاجات افكار بتجيله، لكن الفكرة ليس بالضرورة علشان الفكرة حلوة هتنفع ان هي تبقى فكرة تجارية الا اذا كنت بتعملها لخدمة مختلفة. حتى لو بتعملها مش للفلوس فانت عايز ان حد يستفيد منها. عشان تتأكد ان حد يستفيد منها لازم تعرف الناس عايزة ايه في البرودكت اللي انت بتطلعه، ايه المواصفات، ايه شكله، ايه بيخدمهم ازاي، بيساعدهم ازاي في حياتهم اليومية. المهم المرحلة دي اللي بنسميها الـ requirements collection او تحديد ايه المتطلبات في المنتج النهائي. تاني انا دلوقتي بتكلم كـ owner، انا في الفكرة بتاعتي. هنتكلم مع بعض في الداتا كولكشن على ان هيبقى عندنا ثلاث مصادر. ثلاث مصادر دول اتنين منهم من بره المؤسسة بتاعتي او من بره المكتب بتاعي او الشركة بتاعتي، وواحد من جوه. الاثنين اللي من بره الناس طبعا. اول مجموعه من الناس هنتكلم عنها هي البوتنشال كاستمرز. يعني ايه بوتنشال كاستمر؟ البوتنشال كاستمر هو كل من في المواصفات بتاعه ان هو يستفيد بالبرودكت بتاعك. لو اتكلمنا مثلا عن فكره ان انت هتعمل مشروع سوفت وير ديفلوبمنت لحاجه تعمل خدمات طبيه، علشان تشخيص امراض، علشان ترجيح فرصه استخدام دواء معين عن دواء اخر وما الى ذلك. لو دي الفكره بتاعتك، طيب مين الكاستمر الرئيسي بتاعك؟ هتلاقي ان الكاستمر الرئيسي بتاعك هو الطبيب، مش مثلا المريض. انت المريض هنا مش المفروض ان هو هيعمل حاجه زي كده ويطلع منها هو ايه الدواء اللي هياخده، ما ينفعش، ده خطأ من الناحية الطبية. المهم فيبقى الكاستمر بتاعك الطبيب. طيب الطبيب عايز يشوف ايه في السوفت وير ده؟ عايز يكون بياخد بيانات، ايه المعلومات اللي تدخل له، ايه المعلومات اللي تطلع منه، عايز ينتر اكت على الكمبيوتر بتاعه مع السوفت وير ده ازاي، الطريقة اللي انسب ليه، يا ترى يتوصل ب سنسورز تتحط على المريض على طول، ولا الطبيب هو اللي يدخل مثلا البيانات ولا. المهم سيبك من المواصفات بتاع المشروع ده تحديدا، لكن الفكره ان انت ده معناه ان البوتنشال كاستمر بتاعك بقى طبيب. يبقى انت لازم تروح تتكلم مع اطباء وتبتدي تاخد منهم الافكار. تتكلم معهم ازاي؟ واحده من وسائل الكلام مع الاطباء مثلا ان انت هتقول هتعمل لهم سيرفي، هتبتدي تلف عليهم في العيادات او في المستشفيات، ويبقى معاك فورم كده الكترونيك او هارد كوبي، وتبتدي يكون فيها مجموعه من الاسئله وتسالهم انت عايز ايه في البرودكت ده، انت شفت برودكت زي ده قبل كده، استفدت منه ازاي، ايه العيوب اللي كانت فيه، طيب لو احنا عملنا لك برودكت بيطلع او بيعمل الخدمة الفلانية كذا وكذا وكذا، انت تحب انه يشتغل ازاي، تحب اساسا برودكت زي ده ولا لا، وما الى ذلك. فهنا بنوصف الكاستمر، وبعد ما نوصف الكاستمر بتاعنا بنبتدي نحاول نشوف ناس بتنطبق عليهم المواصفات دي ونتكلم معاهم وناخد رأيهم في البرودكت. هيبتدي يقول لك انا عايز الانترفيس بتاعه يبقى شكله كذا، انا عايز اشغله من على النت، انا عايزه يبقى ابلكيشن على التليفون، او يقول لك لا انا عايزه ستاند الون سوفت وير على الديسكتوب بتاعي بحيث ان انا اقدر ادخل عليه البيانات على طول والمريض قاعد و و و و. فهنا يبتدي المواصفات بتاعه المنتج النهائي بتاعك تبان. يقوم لما تعمل المنتج ده الكاستمر نفسه يقدر يبقى مقبل عليها. فده اول مصدر من مصادر
الريكويرمنتس كولكشن بتاعنا اللي هو مصدر البوتنشال كاستمرز. هنروح في الفيديو جاي ونتكلم على مصدر تاني وهو الكومبيتيشن بقى، فخليكم معانا ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.